احنا مجموعه من الصحاب اتكوننا وجمعنا مع بعضينا ان احنا نعمل فكره الفطار الجماعي دي في 15 رمضان، وخصصنا يوم محدد اللي هو 15 رمضان من كل سنه ان احنا نعمل الفطار الجماعي دون في الشارع بالاهل والاصحاب وكل زمايلنا سواء اللي في المنطقه او اللي خارج المنطقه. مين اشطر حد بيعمل حاجه؟ ما فيش حد اشطر من حد، واحنا كلنا مجموعه ايد واحده بنعمل كل حاجه، واللي بيقدر يعمل حاجه بيعملها وبيساعد بعض. ما فيش حد بنميزه على حد، ما فيش حد متميز على حد. الفطار الجماعي دون علاقته في الشارع ان هي بتعمل روح من الترابط وروح من الاسره الجميله اللي بتتكون في 15 رمضان دي، ما بنشوفهاش الا كل سنه. الروح اللي انت شايفها دي كل واحد بيقدر يساعد بحاجه بيساعد بيها، دي بتبقى روح جميله جدا في اليوم دون. اي حد بيبقى عنده اي مشكله، زعلان من حد، بنحاول ان احنا نقربهم من بعض، بنحاول ان بالفطار الجماعي دي يقعدوا جنب بعض، يبقوا مقربين من بعض، عشان يبقى زي ما انت عارف احنا صيام في رمضان، فمش معقول ان احنا متخاصمين من بعض. فاللما بتأثر على اولادنا، احنا عايزين اولادنا كمان زي ما هم شافونا وساعدوا معانا من وهم صغيرين دلوقتي هيطلعوا يكملوا اللي احنا بدأناه. بره رمضان العلاقات دي بتبقى برضو نفس جوه رمضان، احنا كلنا اخوات سواء في رمضان او غير رمضان، بنعمل برضو حاجات وانشطه اخرى غير الفطار الجماعي دوت. طبعا احنا بندعو كل اصحابنا ودعينا كل اخواتنا اللي بره من المناطق اللي جنبينا، وسواء من الشغل عندنا او من اخواتنا اللي في اماكن ثانيه، وييجوا يفطروا معانا في اليوم دوت، والدعوه عامه يعني ما بنقولش لحد لا. الشيف محمد عوض وده الله يرحمه كان معانا السنه اللي فاتت، وهو اللي كان قائم على المطبخ وكان بيجهز معانا وعضو اساسي معانا في بس الله يرحمه، كان زي بعض اخوه كتير كانوا معانا والله يرحمهم افتقدناهم، بس اليوم ده احنا كلنا لازم نتذكره لانه شيء اساسي موجود معانا. ربنا يرحم محمد عوض ويرحم كل اخواتنا.